يقول الشيخ زايد رحمه الله: من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله، فنحن نتعلم من الماضي. فكرة فريدة، هل يمكن إيجاد هذا الشكل أو ما يشابهها بين النجوم؟ بدأنا البحث وجدناها، إنها الخارطة. نعم، إنها تجسد اتحادنا وهي ترسم لنا طريق المستقبل. وكما كانت رؤية زايد كلمات، ومن رأوا بلدهم وأرضهم رأوا فيها ما يسر الخاطر، ويرون منا الرؤية الطيبة اللي تعطيهم أمل.